شوف سي صحفي شوف راه معايا معايا سين انا نريك المسائل اطنتي تشيزي نكملو معاه وي كتسمعني شوف الله يخليك لحقاش راني خصني نمشي نتسحر دابا مزيان أسامة محدي قالت لي بزاف راه الدنيا كنت انا كنتسحر دابا وحدي ولكن بغيت نقول حاجه واحده واش واحد الميساج واحد اخر واش مازال معايا غنيت اي اخويا اي اي قلت لك قلت لنا في مايوركا دارت لك واحد الحفله كبيره اي في مايوركا يعني قلت لك شحال زعما حطيتي في ديك البنكة باش دارت لك هاد الحفلة هادي حيت واحد السيد سميتو مهدي هو اللي كيضرب بالكيتار لهم 3 مليار و800 مليون اكزاكتومون اخويا اوكي اذا مزيان تبارك الله عليك اخويا المهم عنده الحق اوكي يعني حيت شي وحدين قالوا لنا بانك واش زعما ناوي تتزوج ولا راك مجوج بغاو زعما يشوفوا العلاقات ديالك لا اخويا الحمد لله عندي المدام ديالي عندي الوليدات الحمد لله كل شيء بخير يعني المدام ديالك زعما قالوا لنا واحد الميساج بان اسمح لي زعما ماشي زعما راه الصحافه هذه راك تعرفها اخويا مزيان يعني انا قلت لك سؤال ما تقلقش مني لا ماشي مشكل قالوا لي بان المراه ديالك خايبه وعم فيها ما يتشاف واخويا اش غنقول لك دابا انت دخلتي لي في العظام اخويا ودعيتكم الله اخويا والله الا دعيتكم لا صافي اسمح لنا صافي ماشي تهضر لي في العائله وتهضر لي في الزوجه ديالي وماشي راه ماشي معقول اخويا هذا ما بقاش الصحافه اوكي صافي ماشي مشكل شوف اخويا الله يخليك الله يعاون لحقاش اخويا انا عندي اشغال ديالي الله يعاون اخويا وهادي اخويا راه الصحافه ما تلعبها بادي عليا مرتي ولا البنكة ولا هادي ولا المسائل فهمتي هادشي الصحافه مقوده على ديال امها صحافه مقلونه هادي المغرب الاخر هذا فهمتي الله يعاون اخويا الله يعاونك اخويا ما تعاودش تصوني عليا فهاد النمره اخويا الله يجازيك بخير وسي نورتين الو كاين نور ديال نور اخرى ونورتين برد واللي بس اخويا شوف ارحم الوالدين شوف الرقم ديالكم غادي نتابعو قضائيا واللي بتلي في جهدك ديروها برد معنا وصافي الله يعاون خليك معنا نور الدين الله يرحم الوالدين لحظتك خليك معنا نور الدين خليك معنا تنحطو الديسير خليك معنا مازال العشاء شوف بغينا نقول لك واش يقبل يولي وزعمات خلينا نفرجو التكست الدراري حري فيها واش تقبل تولي مدرب نورتين قطعك 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 قطعك